تحياتي يا أصدقائي، كيف بدك تعرف مستخدم التيك توك من أي دولة؟ لو واحد على التيك توك فرضا بعث لك رسالة وقال لك مرحبا معك خليل الشريتح من فلسطين، كيف بدك تعرف إنه هل هو فعلا من فلسطين ولا لا؟ يعني كلامه صحيح ولا مش صحيح؟ في رسالة وصلتني على تطبيق التيك توك، رسالة خاصة: مرحبا، كيفك؟ ممكن نتعرف معك؟ كاريلا من الرياض. الرياض اللي هي عاصمة السعودية، بمعنى انه هذا الحساب المفروض المستخدم يكون من السعودية. كل اللي عليك انك تفوت على هذا الحساب وتنقر من الاعلى على مشاركة وتختار نسخ رابط الحساب اللي هي كوبلينك، يعني بتنسخ رابط البروفايل الخاص بهذا الحساب. بعدها من بحث جوجل ابحث عن شريتح بالانجليزي مثل ما هو ظاهر عندكم تطبيقات تيك توك. تأكد انك تفوت على موقع شريتح دوت نت، تطبيقات الخاصة بتيك توك. بعد ما يفتح معك الموقع بشكل طبيعي راح توجد التطبيقات الخاصة بتيك توك، وحاليا في تطبيقين مجانية: استخبارات تيك توك وسحب فائز من تيك توك. لو فتت مباشرة على الموقع شريتح دوت نت موجود في الاعلى الهمبرجر منيو، بتنقر عليها وبتروح على تطبيقات مجانية وبعدها تطبيقات خاصة بتيك توك. احنا بنختار استخبارات تيك توك. بعد ما تختار استخبارات تيك توك بدك تستنى لما يفتح معك الموقع بشكل طبيعي. طريقة استخدام الموقع سهل جدا، كل اللي عليك انك تعمل لصق للرابط اللي نسخناه اللي هو رابط حساب التيك توك، تمام، بيست، وتثبت على انك انت انسان مش روبوت، وتضغط على اجلب المعلومات. ثواني معدودة بعطينا هذا الحساب. ولاحظ انه لغة الجهاز، بمعنى التطبيق التيك توك اللي بيستخدمه المستخدم، لغته عربي، والدولة واضح عندكم الدولة من وين، وفي شوية معلومات ثانية اضافية عن هذا الحساب. وهيك عرفنا المستخدم كارلا من وين، وبعد ما عرفنا اي دولة بنحكي لكارلا الكذب ايش؟ كذب حبل قصير. ما تنسوا تشاركوا مع اصدقائكم. تحياتي.